تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية الطابعة الأولى في قناة دريم، وهذا أحمد المسلماني يحييكم. السلام عليكم. واحد، لماذا غابت مصر عن خريطة الذكاء في العالم؟ خريطة الذكاء في العالم، لماذا غابت مصر عن خريطة الذكاء في العالم؟ طبعا في اعتقاد غير صحيح إن أذكى طفل في العالم الطفل المصري، ده كلام غير علمي. في فرق بين الطفل يكون شقي، ان يكون عنده ذكاء في التصرف، ان يكون عنده ذكاء في الكلام، انما كل ده ما يتحولش الى ذكاء ايجابي. ده ذكاء مش مفيد. ان الطفل يكون عنده اطلاع على التلفزيون وفاهم البرامج والمسلسلات ويمسك الكمبيوتر او الايباد يقدر يتصرف عليه بطريقه كويسه، كل ده مش معناه ان ده ذكاء مفيد. الذكاء المفيد ليه معايير علميه، ومقاييس الذكاء للتلاميذ في العالم بتعتمد بالأساس على علمين، على الرياضيات وعلى العلوم الطبيعية ولا سيما الفيزياء. وفي مقاييس علمية في العالم من مين الناس الأكثر ذكاء في العالم. وللأسف لما نشوف كتاب مهم صدر في أمريكا بعنوان أذكى الأطفال في العالم، الكتاب ده اللي قدام حضراتكم على الشاشة، أذكى الأطفال في العالم، ده تحليل علمي بيعتمد على معايير كتيرة جدا علمية ومؤشرات علمية في قياس الذكاء لأطفال كتير حول العالم. وللأسف الشديد احنا ملناش المكان المناسبة في هذا التصور أو في هذا الترتيب. الكاتبة أماندا ريبلي اللي هي عاملة هذا الكتاب بتقول إن أمريكا نفسها بتعاني في مستوى الذكاء وفي مستوى التعليم، وأن أمريكا لازم تتعلم من الدول التي سبقت أمريكا في هذا المجال. تخيل بقى لما مؤلفة كتاب أذكى الأطفال في العالم تقول أن أمريكا عندها مشكلة في التعليم وأنها متراجعة وأنها لازم تشوف نماذج ناجحة في النظم التعليمية في العالم علشان نستفيد منها. إذا ده وضع أمريكا، تخيل إحنا وضعنا إزاي. دراسة علمية إحصائية بتشتغل على أذكى الأطفال في العالم، سنة رابعة ابتدائي بالأساس، مقاييس العلوم والرياضيات بالأساس، وليه ترتيب عالمي، لكنه ترتيب عالمي بالنسبة لنا صادم، لأن أذكى أطفال في 25 دولة مصر مش فيهم. وبالتالي الاعتقاد أن الطفل المصري أذكى طفل في العالم ده كلام لا أساس له، بمعنى مش أنه هو طفل ما هو الذكي، بس في النهاية الذكاء ده تحول في النظام التعليمي إلى مستوى علمي رفيع في الرياضيات والعلوم ولا لا. إنما هو لو أذكى من أينشتاين وهو طفل صغير، لو الطفل المصري ولد أذكى من أحمد زويل وأينشتاين، لكن في النهاية لم يتحول ده إلى مستوى علمي وإلى مستوى تعليمي وإلى مستوى إنتاج فكري، فكل ده ذكاء لا معنى له، ذكاء مش مفيد في ان هو يبني بلده او حتى يبني نفسه. الترتيب العالمي رقم واحد في العالم في الذكاء اليابان. 25 دولة اللي هم الاوائل في العالم، العالم اكتر من 200 دولة اعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، فبنتكلم في حوالي 200 دولة في العالم. رقم واحد في العالم في معايير الذكاء اليابان، 2 امريكا، 3 الصين، 4 كوريا، 5 تايوان. شوف بقى ان اسيا موجودة ازاي، يعني عندك 3 الصين، 4 كوريا، 5 تايوان، 6 المانيا، ده معناه ان تايوان وكوريا والصين اعلى من المانيا، 7 فرنسا، 8 بقى مفاجأة فيتنام. تخيل بقى فيتنام دي اللي اتبهدلت ومات منها ملايين ونصفت بالكامل تقريبا، والمفروض لغاية ده تكون اصلا بيعيطوا على اللي حصل لهم، يبقى فيتنام رقم 8 وسابقة روسيا اللي هي رقم 9، بريطانيا 10، 11 بولندا، 12 كندا، 13 إيطاليا. شوف بقى فيتنام اللي كانت في مأساة مروعة بقت سابقة مين؟ روسيا وبريطانيا وبولندا وكندا وإيطاليا واستراليا 14، 15 سنغافورة، 16 تركيا، الدولة المسلمة الوحيدة اللي موجودة في ال 25 دولة الأكثر ذكاء في العالم بمعايير علمية، تركيا هي اللي موجودة رقم 16،
ومفيش أي دولة إسلامية أخرى موجودة في هذا الترتيب. 17 هونج كونج، وبعد كده 18 هولندا، و19 بلجيكا، 20 أسبانيا، 21 سويسرا، 22 تشيك، ثم تايلاند ونيوزيلندا، وفي النهاية فنلندا. يبقى إذن إحنا إزاء الترتيب الأطفال الأكثر ذكاء في العالم بمعايير علمية، إنهم خاضوا امتحانات للذكاء والمهارات في الفيزياء والرياضيات بالأساس، اللي هم يكونوا أطفال منتجين طبقا لعملية تعليمية ناجحة. إحنا مش موجودين في 25 دولة، إحنا بعاد جدا. تعالى بقى ترتيب تاني صعب جدا، ترتيب التعليم في العالم. أدق وأوسع تصنيف دولي علمي معترف به، إحنا مش موجودين من بين 70 دولة الأولى في العالم. يعني للأسف في مرتبة متأخرة جدا في ترتيبنا في التعليم. يعني سيب بقى موضوع الذكاء، مرة أخرى مش معناه أن الطفل المصري مش ذكي، ولا معناه أن الطفل الياباني أو الألماني أو الفيتنامي أو الأمريكي أذكى إطلاقا. أنا بتكلم العملية التعليمية، هل الطفل لما يخش التعليم ذكاؤه مفيد ولا ذكاء مش مفيد؟ يعني ذكاء شقاوة ودلع وهزار وأيباد ولعب ويشغل 20 كمبيوتر، كل ده مش مفيد، كل ده لا معنى له. في النهاية الدرجات التعليمية والإنتاج التعليمي والكلية اللي هيخشها بعد كده والشركات اللي هيشتغل فيها بعد كده، هل مسيرته التعليمية بتأهله لمستوى كويس ولا مجرد ذكاء ضائع على الأرض؟ فإحنا في ترتيب 25 دولة مش موجودين. لكن كمان في مستوى التعليم عند المشكلة، إحنا مش في 70 دولة. تخيل قد إيه ترتيبنا بقى مؤسف. في 70 دولة الأولى في العالم، إحنا مش في 70. ده معناه إن إحنا مع دول صعبة قوي قوي تكون مصر مع هذه الدول في هذا المستوى. وده بيرجع لإيه؟ لتخلف النظام التعليمي في مصر لسنوات طويلة. وأي بلد في الدنيا، ده بقى تحليل جامعة بوسطن، بيقولوا إن الأسيويين مبهرين. تقرير لجامعة بوسطن بيقولوا إنه إزاي الدول الأسيوية دي من 30 سنة ما كانش عندها نظام تعليمي، إزاي دلوقتي أحسن نظام تعليمي في العالم سنغافورة، إزاي نظام التعليمي في الصين وفي هذه الدول، في ماليزيا وفي غيرها وفي تايلاند وفي هونج كونج، كل ده بقى متقدم جدا. فجامعة بوسطن في تقريرها بتعتبر إن دي معجزة، دي المعجزة الأسيوية الحقيقية. إزاي ناس ما كانش عندهم تعليم يذكر بقى عندهم تعليم عالمي، وترتيبهم العالمي في التعليم كبير، وإحنا اللي كان عندنا تعليم عالمي دلوقتي تراجعنا وبقينا هذا المستوى المتدهور في ترتيب التعليم في العالم. أيضا في تحليل ذلك، التعليم يساوي حتما ارتفاع النمو، لأن البعض يقول إحنا عايزين ناكل وعايزين نشرب وعندنا مشاكل، فإحنا أهم حاجة إن الناس تعيش، التعليم ده يجي بعدين. لا، التعليم هو اللي هيخليك تاكل وتشرب، التعليم هو الذي يؤدي إلى ارتفاع معدل النمو، ودي معادلة علمية. يعني ده مش كلام إعلامي، ده كلام علمي، إن أي بلد مستوى التعليم فيها يتقدم فورا الاقتصاد يتقدم، أي بلد التعليم فيها متخلف لا يمكن الاقتصاد أن يتقدم. ضع أعظم السياسات الاقتصادية في العالم وأعظم الرؤى الفكرية في العالم، لن تنجح، لازم تنجح بتقدم مستوى التعليم. سنغافورة تقدمت إزاي؟ التعليم تقدم أدى إلى اقتصاد متقدم. الصين التعليم تقدم أدى إلى اقتصاد متقدم. فيتنام التعليم تقدم. إذن التعليم هو شرط جوهري للنمو، وبدون التعليم انسى ان فيه نمو اقتصادي. واي حد يتصور ان ممكن نهضة اقتصادية او تنمية اقتصادية بدون نهضة في التعليم، ده حرث في البحر، ده في النهاية لن يفضي الى شيء. التعليم جوهري واساسي في عملية التنمية. نمرة 3 في هذا التحليل، احنا قلنا نمرة 1 كلام جامعة بوسطن، ان اسيا المعجزة الحقيقية التعليم، وإزاي ناس ما كانش عندهم تعليم من 30 سنة بقى عندهم أحسن تعليم في العالم. 2، إن التعليم يؤدي إلى النمو وإلى الاقتصاد، وبدون التعليم مفيش معنى لإنك تعمل تنمية اقتصادية. نمرة 3،
المعيار بقى الأهم لبعض المحللين العالميين لما درسوا هذا الموضوع وقروا هذا الكتاب وغيره، قالوا فكرة مهمة جدا، أي بلد في النهاية فيها طبقة أو فيها شريحة من الأذكياء، لا تخلو بلد في العالم من أذكياء، لكن المهم إن شريحة الأذكياء دول بيعملوا إيه؟ هل هم اللي متحكمين ولا الأغبياء اللي متحكمين؟ يبقى الموضوع مش شرط بس إن يكون في طبقة من الأذكياء أو الأذكى في العالم، لكن هل الأذكياء بيديروا؟ هل الأذكياء بيتحكموا؟ هل الأذكياء بيوجهوا؟ هل الأذكياء هم اللي محيطين بالمؤسسات والهيئات والشركات والبلاد ولا لأ؟ إذا شريحة الأذكياء متحكمة البلد كلها تمضي إلى أفضل، إذا شريحة الأذكياء مش متحكمة والأغبياء بيديروا ده معناها البلد تتجه أي بلد في العالم إلى أسوأ. ولحسن حظ أمريكا، كل ده تحليل أجنبي اللي أنا بقوله، لحسن حظ أمريكا إن شريحة الأذكياء هي المتحكمة وهي التي تدير وهي التي تتخذ القرار، فلحسن حظ أمريكا إن لو في مساحة كبيرة جدا من غير الأذكياء مش مهم، لأن الأذكياء بيديروا ويوجهوا. يبقى احنا حاجتين، لابد من شريحة من الأذكياء بالمعنى العالمي، اتنين لابد من تعليم قوي يستثمر هؤلاء الأذكياء لوضع متميز، تلاتة لابد من تحكيم الأذكياء في المسار العام، وإلا إذا حل الأغبياء محل الأذكياء ووجه الأغبياء النموذج العام السائد اقتصاديا أو اجتماعيا أو ما إلى ذلك، ده معناه إن الكل يصبح في خطر. موجز هذا القول إن مصر غابت عن خريطة الذكاء في العالم، وإحنا عندنا أطفال أذكياء للغاية، ولكن يولدوا أذكياء يدخلوا النظام التعليمي، أقلية بتكمل أذكياء والأغلبية التعليم بيهد فيها الذكاء. إذا أضفنا إلى ذلك إعلام مع تعليم، لا إعلام متميز ولا تعليم متميز، فلما نشوف المستويين دول مع بقى السوشيال ميديا والفيسبوك بنتكلم على مثلث كارثي، التعليم الذي تراجع والإعلام المتراجع والفيسبوك المتحكم. لابد نطلع من هذا المثلث بتعليم أفضل وإعلام أفضل وبالقضاء على النفوذ الطاغي للفيسبوك في مجتمعنا، هذا طريق للحل. اتنين، فيزياء زائد رياضيات يساوي حضارة، هذه هي المعادلة. لو تقول لي حضارة الإنسان المعاصر في القرن 21 هي إيه؟ كلمتين، فيزياء ورياضيات. إذا أنت متميز في الفيزياء والرياضيات ده معناه أن أنت عندك اقتصاد، عندك حضارة. كل العلوم العسكرية في العالم، الإنتاج العسكري في العالم، كل الصواريخ هي فيزياء ورياضيات، كل الطائرات فيزياء ورياضيات، السلاح النووي فيزياء ورياضيات، الغواصات فيزياء ورياضيات، كل الإنتاج العسكري في العالم هو فيزياء زائد رياضيات، كل الإنتاج المدني في العالم، مايكروسوفت وغيرها، كل الإنتاج المدني في العالم، كل الصناعات في العالم هي فيزياء زائد رياضيات زائد علوم أخرى. لكن بالأساس لو إن إيه معادلة الحضارة المعاصرة في القرن 21؟ فيزياء زائد رياضيات. في هذا الإطار بنلاقي إن في حرب عالمية بين أمريكا وروسيا في الفيزياء والرياضيات، دي الحرب الحقيقية، واللي يكسب الفيزياء والرياضيات هيكسب المعركة، لأن في النهاية الصواريخ النووية والغواصات النووية والطائرات القاذفة الاستراتيجية كل ده في النهاية هو نتاج تقدم علمي في هذا الإطار. فالحرب الفيزيائية بين أمريكا وروسيا هي أساس الصراع الدولي الآن، والحرب في الرياضيات بين أمريكا وروسيا وبين الصين وبين دول أخرى أساس المعركة في العالم المعاصر، وبين إيران وإسرائيل. كلمنا قبل كده إن إيران تقدمت في الرياضيات على إسرائيل، وفي عالمة أمريكية من أصل إيراني دكتورة مريم اللي هي أخذت جائزة نوبل في الرياضيات اسمها جائزة فيلدز في الرياضيات، ده عالم رياضيات مرموق، ودي الجائزة المعادلة لجائزة نوبل. فلما إيران تقدمت في الرياضيات في إسرائيل
عملوا وقفة وأعلنوا تأسيس مجلس الرياضيات، وقالوا ما يلي: إن طلاب إسرائيل اللي كانوا موجودين في الرياضيات كانوا 13,000 طالب المتميزين في الرياضيات، تراجعوا ل 8,000. لازم يحببوا الطلبة والتلاميذ في الرياضيات، فهم خدوا قرار يطلعوا بالعدد من 18 من 8,000 إلى 18,000. إزاي؟ نمرة واحد: الدراسة مجانا، كل اللي يدرس رياضيات في إسرائيل مجانا، أو فيزياء، كل اللي يدرس علوم أو رياضيات مجانا. اتنين: كل شوية ورشة عمل بيجي ناس من الشركات الكبرى وخبراء مع أساتذتهم مع الطلاب يتكلموا في الموضوع. ليه؟ لأن بيخش أستاذ الرياضيات بيفهمك أنه بيتكلم في حاجة ملهاش علاقة، يعني أسرار معبد، مفيش حاجة تأكد لك أن الكلام ده مفيد، فيبان الرياضيات دي كلام خيالي، كلام ملوش معنى، مش موجود. والتلميذ يقول لك: طب أنا هستفيد من الكلام ده إيه؟ هستفيد من المعادلة إيه؟ هستفيد من الجبر إيه؟ من الهندسة إيه؟ لازم تفهم التلميذ إن ده كلام مفيد، وإن المركبة اللي نزلت فوق المريخ نتيجة علوم الرياضيات، وإن كل الأسلحة في العالم الرياضيات، وإن كل الاقتصاد اللي في العالم الرياضيات. لازم تشرح له إن اللي بيذاكره ده مش وهم، مش سين زائد صاد زائد عين يساوي كذا، ده كلام فارغ، ولا إن المثلث وزواياه كلام فارغ، أو إنه بيقراه عشان يرميه، الحضارة كلها هو الكلام ده. بس لازم يتشرح له إن الكلام ده مفيد، وإن هو بس مش عشان خاطر ياخد درجات، إنما كلام له معنى. فإسرائيل مجلس الرياضيات اللي فيها بدأ يشتغل على كده: نمرة واحد اللي هي المنح الطلابية مجانا اللي يدرس، نمرة اتنين تدريب الأساتذة عشان يشرحوا للطلاب انتوا ليه تدرسوا رياضيات، ويشرحوا لهم كويس المادة والمنهج. نمرة تلاتة يقعدوا الطلاب مع خبراء الشركات والمسؤولين عشان يعرفوا انهم لما يخرجوا ويتخرجوا هيلاقوا الشغل في هذه الشركات، وان اللي بيذاكروه مش كلام فارغ، وانما اللي بيذاكروه ده اللي هيخليه ياخد قدام 3000 دولار في الشهر، ولو بقى احسن يبقى 5000 دولار في الشهر، ولو بقى متمكن 10000 دولار في الشهر، بيحول ده الى وضع اقتصادي ومالي فيما بعد لو تفوقت في هذا المجال. اذا منافسة بين روسيا وامريكا، واذا ثورة في اسرائيل وايران بشأن علم الرياضيات. في مصر ما ينبغي عمله؟ نمرة واحد: من المناسب ان مصر تؤسس المجلس الوطني لعلماء الرياضيات، اللي هم بقى يضعوا اسس ثورة في الرياضيات زي ما عملوا الاسرائيليين، اللي هو بقى يدوا منح طلابية ويقعدوهم مع نفس المنهج، ومناهج بقى اخرى احسن كتير جدا موجودة في امريكا، وموجودة في فنلندا، موجودة في سنغافورة، موجودة في اليابان، نشوف الناس عملوا ازاي نقلة في الرياضيات ونعملها. فيبقى في المجلس المصري لعلماء الرياضيات اللي هو يضع استراتيجية لعلم الرياضيات في مصر. اتنين: نأسس ايضا كاقتراح المجلس المصري لعلماء الفيزياء، ده برضو يضع استراتيجية لعلم الفيزياء في مصر. لو المجلس ده والمجلس ده الاتنين نجحوا انهم يطوروا الرياضيات والفيزياء في مصر، احنا بنبني المستقبل. نمرة اتنين: ان احنا لابد ان نشرح للطلاب، لان ده اهم نقطة، ان ده علم ممتع. الرياضيات علم ممتع، علم صعب، لكن فيه متعة وفيه ثقافة، وفيه الانسان لما يندمج فيه بيجد متعة مذهلة في تتبع معادلات الرياضيات. وان في علماء بيدرسوا في مسألة حسابية واحدة، او في حل لغز من الغاز الرياضيات، او في حل معادلة رياضية بالسنة والاثنين والثلاثة، مش بس اديك ورقة الاسئلة واقول لك حليل المسألة دي وقدامك ساعتين وبعدين الم ورق الاجابة وبعدين تستنى النتيجة. لا، في مسائل رياضيات بتقعد فيها 5 سنين و6 سنين كعالم ولا تجد حل. ومؤخرا في معادلة شهيرة جدا في الهندسة ثلاثية الابعاد، المعادلة دي استغرقت كام سنة عشان تتحل؟ 100 سنة، أكتر من قرن، أكتر من 100 سنة العلماء بيحلوا هذه المعادلة اللي هي خاصة بالهندسة
ثلاثيه الابعاد. فتخيل بقى واحد قاعد يحل في مساله رياضيه حوالي 110 سنه علشان يصل العلم الى حل في هذه المساله. فلازم افهم الطلاب ان ده علم ممتع وعلم بالغ الاثاره وعلم مذهل لانه بيقود العالم، وان هذا العلم هو بالضبط الحضاره المعاصره. فلابد ان احنا نفهم طلابنا ان هذا العلم ممتع للغايه مهما كانت صعوباته، وانه في مجلس مصري لعلماء الرياضيات ومجلس مصري لعلماء الفيزياء، والاثنين دول يضعوا استراتيجيه لخريطه العلم في مصر او مستقبل التعليم والعلم في مصر، او في قول واحد مستقبل الفيزياء، مستقبل الرياضيات، اي مستقبل الاقتصاد، اي مستقبل الحضاره. في فيلم وثائقي رائع اسمه لغز الرياضيات. هذا الفيلم بيظهر متعة هذا العلم. جاليليو ينتصر على أرسطو، قانون سقوط الأجسام. جاليليو هو العالم الكبير اللي كلنا عارفينه، وأرسطو هو الفيلسوف اليوناني الكبير اللي كلنا عارفينه. أرسطو زمان فلسفة متداخلة في العلم. فأرسطو زمان كان بيقول إن أنت لو رميت حاجتين من مكان واحد، رميتهم بهذا الوضع وسبتهم ينزلوا، لو في حاجة أتقل هتنزل قبل الحاجة الأخف. فأنت لو رميتهم كده وفي حاجة أتقل من ديت وبعدين سبتهم ينزلوا، في هذه الحالة لو حاجة مثلا لو الكوباية دي ودي، طبعا دي هتنزل أسرع من ديت. وده معناه إن ثقل المادة هو أساسي في عملية السقوط، إن مين ينزل أسرع ده متعلق بوزن المادة. لكن الحقيقة جه جاليليو بعد كده وقال كلام تاني، قال ده مش صحيح، وإن سرعة السقوط ملهاش علاقة بالوزن، وإنه لو إحنا رمينا ديت وديت الورقة دي مع المج ده الاتنين هينزلوا بنفس السرعة، لكن اللي بيمنع هو موضوع الاحتكاك اللي موجود في الجو. لكن إذا حيدنا الهواء الاتنين هينزلوا بنفس السرعة، ملاش علاقة إن الوزن هنا أتقل من الوزن هنا، الأمر متعلق بدرجة الاحتكاك بالهواء. وجاليليو لما قال هذا الكلام غير تماما كلام أرسطو، وقعدنا سنين طويلة جدا العلم مع جاليليو. لكن البعض بيقول إن أرسطو كان كلامه مهم، لغاية بقى ما العلم الحديث تطور جدا جدا وطلع إن كلام أرسطو مش مظبوط، وإن الكلام السليم كلام جاليليو. لما طلعوا على القمر ونزلوا حاجة تقيلة برضو مع حاجة خفيفة نتيجة عدم وجود الهواء، الاتنين نزلوا بنفس المستوى، وبالتالي انتصر جاليليو على أرسطو فوق القمر. والنظرية التي اعتمدت في وكالة ناسا لإنزال مركبة الفضاء الشهيرة على المريخ، لأول مركبة تنزل سطح المريخ، اعتمدت على نظرية جاليليو في سقوط الأجسام، إن ده متعلق بالمسافة ومربع الزمن وليس بموضوع الوزن اللي قاله من قبل كده أرسطو. يبدو هذا الكلام صعب، إن من السهل تبسيطه في مدارسنا، ومن السهل تبسيطه في جامعاتنا، ومن السهل أن يكون علم الرياضيات علما ممتعا، ومن السهل أن احنا نحبب الأجيال القادمة في الرياضيات والفيزياء، لأن احنا بدون هذين العلمين احنا بنكون خارج سياق الحضارة المعاصرة. الحضارة فيزياء ورياضيات قولا واحدا.